أهلا بك عزيزي الطالب إلى حلقة جديدة من السلسلة التعريفية في بوابة الطالب الإلكترونية، حيث سنتعرف في هذه الحلقة على خصائص جديدة للبوابة الإلكترونية smart.ust.edu والمتعلقة بالاختبارات والتقديرات وحساب المعدل. جدولي: بالدخول إلى حسابك في البوابة والنقر على أيقونة جدولي، تظهر لك المقررات المثبتة ليتم حجز الجلسات وامتحان المقررات في المراكز، حيث يستطيع الطالب تشكيل جدول الاختبارات الخاص به، وحيث يمكنه النظام من حجز مقعده وتحديد الأيام والأوقات التي تناسبه لأداء الاختبارات على مستوى كل مادة ووفق فترة الاختبارات التي تحددها الجامعة. بعد عملية الحجز يتم الدخول على النظام الخاص بالاختبارات ليظهر لنا زر طلب اختبار، وذلك قبل موعد الاختبار بنصف ساعة. نتائجي: تتيح لك البوابة متابعة نتائجك موضحة بالفصل، حيث يمكنك متابعة ظهور نتائجك أولاً بأول بالنقر على الفصل الدراسي الذي تريد ظهور نتائجك فيه، كما يمكن استعراضها مفصلة على شكل خرائط ورسوم بيانية وعلى مستوى الأسئلة لكل مادة. وهكذا تكون قد تعرفت معنا على خصائص حديثة لبوابة الطالب الإلكترونية. اكتشف المزيد حول الخدمات الإلكترونية المقدمة بإنشاء حسابك الخاص عبر بوابة سمارت الإلكترونية smart.ust.edu. التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. تعلم أينما كنت.